بزاف ولا غير بزاف. كاين واحد العباد نوصلهم ميساج راكم تكذبوا من 2001 ولا غير من 2001 وانتم تكذبوا. السلام عليكم خوتي خياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد كالعاده. نتمنى تكونوا كامل بخير كامل بيان. فيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا في التيتر راح نحكيوا على تسوية وضعية المهاجرين في أوروبا. هذا السوجي اللي يدور بزاف وهم يهضروا عليه بزاف، أسكو كاينة منها ولا ما كاش منها. ما حبيتش نحكي على الفيديو هذا من قبل باسكو كانت تدور غير هضرة، ما كاش حاجة سير، ما نقدرش ندير فيديو على حاجة ماشي سير ونكذب على الناس اللي يتفرجوني ويتبعوني. بون خاوتي، قبل ما ندخلوا في الموضوع هذا دوك نحكيو عليه بلي ديتاي، نخليكم الفولا الانستغرام تاعي باش تابونيو معايا في الانستغرام ولاشين دوزيام اللي ندير فيها لايف. اليوم ثاني في الليل نديرو لايف، البارح درنا لايف لاشين دوزيام واليوم ثاني ندير لايف ان شاء الله في الليل نتواصل مع خاوتي، نخليها لكم في صندوق الوصف لاشين دوزي. بون نحكيو على الموضوع تاع تسويه وضعيه المهاجرين بالنسبه لايطاليا اسبانيا فرنسا البرتغال كيما يهضروا كامل. هذا الموضوع خاوتي ما حبيتش نحكي عليه هنايا باسكو كامل حبوا يديروا البوز بهذا الموضوع، كاين ناس بزاف حبوا يديروا البوز هذا الموضوع بلا ما نسميهم، يهضروا باش يهضروا هضره واحده يعاودوها في 20 فيديو، سوجي واحد يحكيو عليه في 20 فيديو. هاد الناس شغل تاع هضره برك. دوك نفهمكم على هذه الحاله تاع تسويه وضعيه المهاجرين في اوروبا. ما كانش حاجه سير جوسكا ماتنو، ما كانش حاجه سير. حنا رانا في اوروبا خالتي ورانا حراقه وكامل حابين نديرو كوار، تما لو كان كاينه منها ما يسقوناش الناس. كاين واحد العباد يهضروا يكذبوا على الغاشي اللي راهم في الجزائر، يكذب على واحد في الجزائر ما عنده فيزا ما طالع لاوروب، شغل حاب يطلع لاوروب بصح مازال ما دار حتى خطوه باش يوصل لاوروبا. هذوك الناس يسمعوا ويامنوا، مي اللي راهم هنايا حراقه خاوتنا كامل راهم في حاله كارثيه مع الوضع هذا تاع الكورونا، المومو هذا تاع الكورونا الحراقه راهم في حاله كارثيه وما كاش منها كاع تاع الكوارت. واش دوك نحكيو واش كاين واش ما كاش. داروا جلسه كيما يقولوا تاع برلمان، كاين واحد النواب في البرلمان اقترحوا هذه الفكره للحكومه، هضروا بهذه الفكره، صرات في البرتغال ومن بعد صرات في فرنسا صح. قالوا لهم وعلاش طالبوا بتسويه وضعيه المهاجرين، دوك نفهمكم علاش. باسكو قالوا لهم هذو الناس دخلوا للدوله تاعنا، دخلوا بطريقه غير شرعيه صح، ايه ماشي مليح انسان زعما يدخل بطريقه غير شرعيه حارق، مي هاد الناس صبروا معانا في هاد المومون تاع الكوفيد تاع الفيروس، وطونكو صبروا معانا هادي صبروا في حاله تاع موت او حياتك فاهم. حبوا شغل بانت لهم باللي زعما المهاجرين يستاهلوا يتريقلاو كوارطهم في المومون هذا، باسكو صح حنا شغل زعما اللي راهم في فرنسا ولا في الطاليان كذا مالغري المرض وكذا مي صبروا في البلاد هذيك ما كيتاوش البلاد هذيك كذا. الدوله حبت زعما النواب في البرلمان هضروا عليها قال لهم يستاهلوا بما انهم صبروا معانا نشوفوا كيفاش نريقليو لهم الوضعيه. كما في فرنسا قال لهم من 100000 من 100000 لواحد حتى ل 200000 واحد راهم يخمو كيفاش يريقليو الوضعيه تاع الشباب هذه. تسمى هذه مجرد فكره انتشرت في البرتغال في اسبانيا وفي كامل بزاف دي بيي في الاوروب. هذه انا قبل ما يهضروا عليها خممت قلت نورمالمون من كوتي تاع الانسانيه اوطونكو حراقه وصبروا في الاوروب ما كتاوش الاوروب مالغري الفيروس والموت كذايا صبروا بلا كوارط وما عندهمش اولويات زعما في العلاج في بزاف صوالح ما عندهمش اولويات مالغري تو صبروا. قلت بالك كيما لي زوروبيان عندهم هذه الانسانيه كذا، قلت بالك يشوفوا لينا بعد ما تجوز هذه المحنه يشوفوا لينا يقول لك